أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرؤية الاستراتيجية المصرية لدعم الاقتصاد استندت على إقامة بنية أساسية وتحتية قوية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن الفرص الاستثمارية ضمن فعاليات اجتماعات مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، حيث شدد رئيس الوزراء على أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لما كنا قادرين على الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا من بعدها الأزمة الاقتصادية العالمية. استطعنا من خلال مشروعات البنية الأساسية أن نخلق 5 مليون فرصة عمل دخل فيها شبابنا كلهم في هذا الوقت. الكلام ده الدولة المصرية أيضا مصاحبا وموازيا مع ذلك تبنت برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية منذ نهاية عام 2016، والحمد لله يعني قدرنا من خلاله بنجاح يعني كبير بإشادة كل المؤسسات أن نعبر بالإصلاح بالاقتصاد المصري ونضعه على الطريق الصحيح. ويمكن احنا زي ما أنا قلت في كلمتي يعني أمس، لولا هذا الإصلاح الاقتصادي يعني لم تكن هذه الدولة بقادرة على الإطلاق على الصمود في جائحة كورونا.